أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإننا نعيش اليوم في لحظات ودقائق وساعات يوم عاشوراء. فما قصة يوم عاشوراء؟ ولماذا صامه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هي العبر والعظات التي يقف عليها المسلم من هذا اليوم العظيم؟ أيها الإخوة المؤمنون، دخل يعقوب عليه السلام أرض مصر مع بنيه منتقلا من فلسطين إليها بدعوة من يوسف عليه السلام. لما وقع ليوسف ما وقع حتى صار وزيرا على خزائن الأرض لأنه حفيظ عليم. وما إن استقر والد يوسف يعقوب مع بنيه في مصر حتى تبوأوا أعلى المناصب، وذلك أن الملك كان قد أحب يوسف عليه السلام فأكرم أباه وإخوته. فلما تبوأوا تلك المناصب بدأ أهل مصر من المصريين من أتباع فرعون بدأوا يحسدونهم على ما وصلوا إليه في البلاد، وبدأوا يقلقون من وجودهم في مصر، فأخذوا يعزلونهم عن المناصب والولايات. وتقادم الأمر حتى تتابع نسل يعقوب ويوسف عليهما السلام، حتى جاء فرعون ورأى في منامه أن ملكه يزول على يد غلام يولد من بني إسرائيل، فاستشاط غضبا وأصدر أوامره بذبح كل مولود ذكر من بني إسرائيل، وأخذ يستخدم كبار الرجال والنساء في الأعمال الشاقة. وفي ذلك يقول ربنا: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ويريد الله تعالى غير مراد فرعون، ويقدر غير تقديره. والطغاة والبغاة أحيانا تخدعهم قوتهم حتى يظنون أن القدر يمشي كما يريدون، ولا يعلمون أن الله تعالى يأتيهم من حيث لا يحتسبون. ويعلن الله تعالى إرادته ويكشف عن تقديره، ويتحدى الله تعالى فرعون وهامان وجنودهما. قال الله: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يولد موسى عليه السلام في هذه الظروف، والخطر محدق به، والموت يتلفت عليه، وتحتار أمه وترتجف خشية أن تتناول عنقه سكين جنود فرعون. ويوحي الله تعالى إليها أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. وهنا يكون التحدي في الإيمان، وفعلا تطيع ما أوحي إليها وتأخذ وليدها وتجعله في ذلك التابوت ثم تلقيه في اليم، ولا يزال يسبح به البحر بهذا الغلام الصغير الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا يملك دفع أقل الأشياء عنه. وكأن الله تعالى يقول لفرعون: يا فرعون، لا تتعب نفسك بالبحث عن الغلام الذي سيزول ملكك على يده، فإنه سيتربى في بيتك ويأكل من طعامك ويلبس من كسائك، فكد ما تكيد يا فرعون، فالله تعالى أشد منك كيدا. ولا يزال فرعون يربي ذلك الغلام ويبحث له عن مرضعات. قال الله تعالى: كي تقر عينها، رددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وتنتهي فترة الرضاع، ويكون موسى عليه السلام شابا يافعا. وبينما هو يتجول يوما في طرقات المدينة في وقت الظهيرة، حيث قد أوى الناس إلى بيوتهم هروبا من شدة القيظ، قال الله تعالى: فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته، هذا من بني إسرائيل، من أبناء عمومته أو من نسل من كان قبله، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. ثم انتشر الخبر أن موسى قد قتل رجلا من المصريين، فأجمعوا أمرهم ليقتلوه، فنصحه ناصح أن يخرج من البلد، فخرج منها خائفا يترقب. فأتى إلى مدين، ولما
ورد ماء مدينا، وجد عليه أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وتعود الفتاتان إلى أبيهما فيسألهما: ما سر تبكيركما اليوم؟ فتخبرانه أن رجلا شديدا أمينا قويا قد سقى لهما، فأمرهما أن يأتيا به إليه. قال الله: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال ابن عباس: ليست خراجة ولا ولاجة ولا تلتفت يمينا ولا يسارا، إنما تمشي على استحياء. قالت: إن أبي يدعوك. لم تقل له تعال حتى لا يتبادر إلى ذهنه ظن سيء، إنما بدأت بأبيها. قالت: المراد ليس لي، والداعي ليس أنا، والذي بعثني هو رجل ليس امرأة، إن أبي يدعوك. ولماذا؟ ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، إن ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال: ذلك بيني وبينك، أيما الأجلين قضيت، 8 سنوات أو 10 سنوات، فلا عدوان علي، والله على ما نقول وكيل. ثم تمضي السنين، ويرعى موسى عليه السلام الغنم كما رعاها جمع من الأنبياء من قبله، وكما رعاها محمد صلى الله عليه وسلم. يرعى الغنم لأجل أن ينسى ذلك الترف الذي عاشه في بيت فرعون، تلك النعمة التي تربى فيها، ذاك الحرير الذي نام عليه، ذاك الطعام اللذيذ، وذاك الكساء الوثير الذي كان يتقلب فيه. رباه الله تعالى على قيادة البهائم قبل أن يربيه على قيادة البشر، ولأجل أن يأكل من الطعام الناشف، ولأجل أن يجوع يوما ويعطش يوما ويظمأ يوما ثالثا ويروى يوما ويشبع يوما، لأجل أن يلبس أخشن الكساء ويرى التعب والضنك الذي يراه عامة الناس. فجعل موسى عليه السلام يعيش هذه الحياة 8 سنين أو 10 سنين. قال ابن عباس: قعد موسى عند الرجل الصالح 10 سنين أوفى الأجلين، ثم استأذن صهره في الرجوع إلى مصر. عجبا، يرجع إلى مصر وقد قتل فيها رجلا، يرجع إلى مصر وهو الذي خرج منها خائفا يترقب، يرجع إلى مصر، هل نسي أن لهم عنده ثأر؟ إنها إرادة الله تعالى، إنه القدر الذي ذكره الله عز وجل لما قال: فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى، وإلا فما الذي يعيدك إلى مصر يا موسى؟ وفي طريقه إلى مصر اشتد عليه البرد وفقد النار، وظل الطريق في شدة الصحراء والظلمة، وجعل يتلفت يمينا ويسارا، ومعه امرأته، وربما معه صبيان، فجعل يتلفت يمينا ويسارا حتى رأى من بعيد نارا. قال الله: إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انتظروا هنا لا تقبلوا معي إلى النار، فما أدري ما حولها، ربما أنه عدو سيصيبنا. فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس، لعلي أن آتيكم بشيء من النار، آتيكم بعود نستطيع أن نشعل به حطبا نتدفأ به، لعلي آتيكم منها بقبس، أو أجد على النار هدى، أو أجد على النار من يدلني الطريق إلى مصر. أتى موسى عليه السلام إلى هذه النار، فإذا هي نور عظيم، وإذا هي خير كثير. فلما أتاها نودي: يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك، إنك بالوادي المقدس طوى، وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. ثم اختار الله تعالى عبادة من العبادات ليقرنها بالتوحيد، فهل قال وآت الزكاة؟ هل قال وصم؟ هل قال وحج؟
هل قال بر والديك؟ ماذا اختار الله تعالى من العبادات لعظمتها ليقرنها مع التوحيد في أول إنباء موسى بالرسالة؟ اسمع: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. فلا توحيد إلا بهذه الصلاة، ولا صلاة مقبولة إلا بالتوحيد. نبئ موسى عليه السلام بذلك وأرسل بقوله تعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى. فرعون، يذكره الله تعالى بفرعون. موسى عليه السلام يعرف من هو فرعون، فسأل الله تعالى العون، قال: ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلم يطلب موسى عليه السلام، لم يطلب من ربه جل في علاه فقط أن ييسر له الأمر الظاهر، بل طلب من الله تعالى أن يحسن من قدراته الجسدية، أن يطور من ذاته لأجل أن يستطيع أن يؤثر في المدعوين. وإلا لماذا قال احلل عقدة من لساني؟ لأن الإنسان إذا انطلق لسانه بالكلام وانطلق بالفصاحة وصار عنده قدرات في إلقائه للناس وكلامه معهم، وصار عنده قدرة في فنون الحوار والإقناع، استطاع أن يوصل دعوته إلى الناس. فموسى عليه السلام وهو نبي لم يتكل فقط على كونه نبيا، كلا، بل قال: ربي أنا أحتاج إلى قدرات شخصية حتى أستطيع أن أؤثر في الناس، أحلل عقدة من لساني، لماذا؟ يفقه قولي. ثم طلب معاونا له، فقد يحتاج الأخ الداعية أو المصلح أو الذي يريد أن يكون له أي أمر يصلح فيه في الأمة، يحتاج إلى أخ ناصح شفيق، يحتاج إلى مستشار معه، يحتاج إلى من يشد من أزره. قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. لماذا يا موسى؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري. لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال الله: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ثم قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. موسى عليه السلام لما دعا الله قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، لنكون ذاكرين، ما قال لنكون متصدقين، لنكون فصحاء. وذلك أن الذكر من أعظم وأحب العبادات إلى الله تعالى، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. فلم يقل موسى أي عبادة من العبادات، إنما اختار الذكر: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فلما استجاب الله تعالى له قال: اذهب أنت وأخوك بآياتي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. كن دائم الذكر لي يا موسى، لتستطيع أن تكون دعوتك موفقة. يا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يا من يريد أن يكسب محبة في قلوب الناس ويجعل الله تعالى له في قلوب الناس ودا، يا من يريد أن يكون له تأثير، له قبول في الأرض، يا من يريد أن يكون له أي بصمة في الأمة، طبق مثل ذلك: ولا تنيا في ذكري. ثم انظر الأسلوب التوجيه الثاني الذي هو توجيه ربنا جل وعلا في كلمات عظيمة. قال: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب إذا طغى يا ربي كيف نتعامل معه؟ هذا إنسان طاغي، يقتل ويفجر ويزني ويشرب الخمر ويستحي النساء ويستعبد الرجال ويفعل الأفاعيل، كيف نتعامل معه يا ربي؟ فقول له قولا لينا. طيب هو طاغي، نعم، قول له قولا لينا. لماذا؟ لعله يتذكر أو يخشى. وهو الطاغي، نعم، لعله، في احتمال، حتى لو كان هو الفاجر الفاعل، نعم. إذا لا تيأس أنت أيضا من إصلاح أي إنسان. مع الأسف أحيانا يأتي بعض الأخوة يشتكي من بعض الناس الذين بلغ في الفجور مبلغا، فأقول: طيب اكتب له رسالة نصيحة، أعطني هاتفه لأناصحه، أعطه شريطا فيه الموضوع الفلاني لعله أن يستمع إليه وأن يصلح حاله. فيقول: يا شيخ وين؟ يا شيخ هذا لو نزل الله عليه ملائكة ما تقبل منهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن فرعون: أفجر فاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب به المثل لما رأى رأس أبي جهل، قال: هذا فرعون هذه الأمة. لم يذكر رجلا من السابقين غير فرعون من فجوره. والله تعالى يقول: على في الأرض، إن فرعون على في الأرض. ومع ذلك ربنا عز وجل يقول وهو يعلم عن فرعون، ويعلم ربنا سبحانه وتعالى أن فرعون لن يقبل وأن نهايته ستكون على الكفر، ومع ذلك يقول لعله. إذن هي مدرسة لنا جميعا، مع أن الله يعلم أن فرعون لن يقبل،
من علمه الغيب سبحانه، لكن لا يمنع من المحاولة مع الآخرين لعله يتذكر أو يخشى. القول اللين لا يثير الضغائن في نفوس الناس، لا يثير الأحقاد، لا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيشه الطغاة. القول اللين من شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان. القول اللين نحتاج إليه جميعا عندما نوجه الناس، المدرس والإمام والزوج والأب بل والولد مع أبيه. لو استعمل الناس قولا لينا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقال: من يحرم الرفق، الإنسان الذي يحرم الرفق حتى في تعامله مع الجمادات، جاء يشغل سيارته ما اشتغلت فتعامل معها بالشدة، أو جاء يصلح شيئا في بيته فما صلح، أو يصلح شيئا في الكمبيوتر فلم يصلح فتعامل بالشدة، يقول صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. دخل بعض الوعاظ على أحد الخلفاء فقال له: يا أيها الخليفة، إني واعظك فمشدد عليك في الموعظة، فاقبلن مني. فالتفت إليه وقال: والله لا أقبل منك، إن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني. وقال له: قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، فموسى هو خير منك وفرعون شر مني، ومع ذلك ربنا يقول: قولا له قولا لينا. فلا ينبغي أن يكون فظا غليظا. يقول الله عن نبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم. طيب يا ربي لو لم أكن لينا، ما هو الاحتمال الثاني؟ ولو كنت فظا غليظ القلب سيقبلون مني لأني نبي؟ لا، لانفضوا من حولك. ينفضوا من حولي وأنا نبي؟ نعم، لأن هؤلاء بشر. حتى وإن كنت نبيا وإن كنت عابدا، ألست ترى اليوم مع الأسف بعض الناس ربما يكون صالحا مصليا صائما، ومع ذلك لا يقبل منه الناس لفظاظته؟ كما قال الله تعالى هنا: لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يأخذ موسى عليه السلام وأخوه هذا التوجيه من رب العالمين ويتوجهان إلى فرعون. أول ما وصل إلى فرعون وقد لبث موسى على باب فرعون قيل أكثر من 70 يوما، وهو كل يوم يريد يدخل على فرعون لا يؤذن له بذلك. أول ما وقف بين يدي فرعون أول كلمة قال: إني رسول رب العالمين. نظر إليه فرعون، جعل يتأمل. موسى هرب من عند فرعون وهو في شبابه ورجع بعد 10 سنين، يعني لم يتغير شكله كثيرا، لم يهرب عمره سنتان ورجع بعدها وقد تغير شكله وصار غلاما، لا، إنما لا يزال شكل موسى هو موسى. جعل يتأمل فرعون في موسى، وموسى يقول: إني رسول رب العالمين، ليشعر فرعون أني إنما أنا رسول لرب، لا أدعو إلى نفسي أنا، إنما أدعو إلى الله تعالى. فجعل ينظر إليه وموسى يردد: إني رسول رب العالمين. ثم يقول: أن أرسل معنا بني إسرائيل. جعل ينظر إلى موسى فإذا آخر عهده به ربيبا في بيته، وإذا هو يذكره لما التقطوه من التابوت، ويذكره لما كاد أن يقتله وقالت امرأته له: قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا، فتركه لأجل امرأته. ينظر إلى موسى فإذا الذي هو طالما أكل من طعامه ولبس من لباسه وسكن في بيته، إذا هو الذي قتل القبطية ثم هرب، فما أبعد المسافة بين موسى الذي كان وموسى الذي هو موجود الآن. فجعل فرعون ينظر إليه قال: ألم نربك فينا وليدا؟ أنت موسى اللي كنت عندنا قبل 10 سنوات، ألم نربك فينا وليدا؟ ولبثت فينا من عمرك سنين، لبثت من عمرك إلى 18 عاما، إلى 20 عاما، إلى نحوها، ها؟ ألست أنت الذي كنت عندنا قبل سنوات؟ أنت الذي كنت تقتل وتفعل؟ ألست أنت؟ ألست أنت الذي كنت تستعرض بقوتك في الطريق إلى درجة أن الناس يستغيثون بك في كل موطن؟ ألست أنت؟ ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. ثم بدأ فرعون يكشف التاريخ الأسود الذي يعرفه سابقا، كما يفعل بعض الناس، تأتي تنصح فيقول: تنصحنا أنت الذي كنت سابقا تعطينا أرقام الفتيات لنغازلهن، أنت الذي كنت سابقا تسافر معنا، وين نسيت أنك كنت أنت الذي تفعل كذا وتأكل الربا، الآن عملت نفسك ناصحا. فالآن يذكره بأخطاء سابقة، يقول له: وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
هذا جزاء النعمة والكرامة. يا موسى التي أكرمتك اليوم تأتي إلي تريد أن تغير ديني وأن تنزع ملكي؟ فإذا بموسى عليه السلام يعطينا جميعا قاعدة، يقول له يا فرعون، موسى الذي كان يختلف عن موسى الآن، موسى كان تلك الأيام ليس نبيا، إنسانا عاديا من عامة الناس، ليس معصوما وليس عنده توجيه رباني. الآن موسى يختلف، نحن أبناء اليوم يا فرعون، لسنا أبناء الأمس. فقال موسى: فعلتها إذن وأنا من الضالين. تلك الأيام كنت ضالا، ما كنت رجلا نبيا قد أتاني من ربي عز وجل رسالة وأمر. فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففررت منكم لما خفتكم. لأنك إنسان ظالم لا يمكن تعاملني بالعدل، وإلا أنا ما قصدت قتل الرجل، إنما دفعته عن صاحبه فمات. ففررت منكم لما خفتكم. ثم ماذا حصل لما فررت منكم؟ تغيرت، فوهب لي ربي حكما، صار عندي حكم وعلم، وجعلني من المرسلين. الآن أنا أختلف. ثم نظر إلى فرعون وقال: وتلك نعمة تمنها علي. أنت الآن تمن علي أنك ربيتني في بيتك، أن عبدت بني إسرائيل، وأنت مضى لك سنين وأنت تعبد بني إسرائيل، ولما ربيت واحدا منهم وأحسنت إليه بدأت تتكبر عليه وتمتن عليه بذلك. لما رأى فرعون أن الذي أمامه يرد عليه بهذه الصرامة، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ هذا ليس جوابا لموسى، هذا تهرب من الجواب، ولا كان ممكن يقول لموسى: أي سماوات وأرض؟ لا، يقول لحوله: اسمع اسمع بالله عليك ماذا يقول. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ موسى لما رأى هذا الاستهزاء أكمل، رجل قوي وبطل، ما قال والله استهزأوا بي يا ربي، لا، رجل ثابت. قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مثل بعض الناس تقول: اتق الله، حرام تفعل كذا. قال: الظاهر أنه وسوس. لا، هذا ما وسوس، هذا اتبع الطريق الصحيح، لكن لأجل أن يتهرب من الأمر والنهي يبدأ يبحث عن مخارج. قال فرعون: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لما عجز فرعون عن قوة الحجة لجأ إلى حجة القوة. قال: أولو جئتك بشيء مبين، أنا معي آية فأسقط في يد فرعون. قال: ماذا عندك؟ فأتي به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. موسى كان آدم فيه سمرة، ولما أخرج يده فإذا هي بيضاء ناصعة البياض. قال: هذا ليس تصرف مني، هذا الخالق يقلب لوني كما يشاء ويقلب هذه العصا حية. أحس فرعون بضخامة المعجزة وأنه لا يستطيع أن يقاومها ولا أن يدفعها، وهو يحس بضعف موقفه، ويكاد أن يتملق الملأ من حوله وأن يهيج مخاوفهم من موسى. قال للملأ حوله: إن هذا لساحر عليم. اتهامات، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، فماذا تأمرون؟ قالوا: أرجه وأخاه، قل له ينتظر إلى غد أو إلى يوم آخر، يوم الزينة الذي يجتمع فيه الناس، أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. أرسل الحاشرين يصيحون في الناس ليأتوك بكل ساحر عليم، أو قال بكل سحار عليم، بكل من كان عنده قدرة في السحر. ويأتي السحرة فإذا بموسى عليه السلام يلقي عصاه وتلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين، قالوا: آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. جعل فرعون يتهدد ويلتفت إليهم: آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ هذا مخطط، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، أنتم متفقين قبل تأتوني، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون، لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم أجمعين. فماذا قال أولئك السحرة؟ نظروا إليه قالوا: لا ضير، قتلنا لا ضير، ما يضر، علقنا على النخل لا ضير، هذا لا يهمنا، إنا إلى ربنا لمنقلبون، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. يقول ابن عباس: كانوا في أول النهار سحرة فجرة، فصاروا في آخر النهار شهداء بررة.
وانظر للثبات للدين. يا جماعة هؤلاء دخلوا في الدين ثم مباشرة فتنوا على طول في لحظتها، ثم كانوا في عز وشرف لأنهم جلساء فرعون وهم رؤوس السحرة، حتى ذكر ابن كثير قال جمعوا له أكثر من 70 ساحر بين يديه وهو رجل واحد، وهؤلاء هم رؤوس السحرة. ومع ذلك لما تحولوا إلى الإيمان، الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فبالله عليك انظر مع الأسف إلى بعض الناس اليوم الذي يترك استقامته ويترك التزامه بسبب فيلم عرض عليه، أو بسبب مقطع فيديو أرسل إلى هاتفه الجوال، أو بسبب شيء رأى من خلال الإنترنت، أو بخلال سفرة سافرها مع أحد، أو من خلال استهزاء استهزأ به أحد. هؤلاء السحرة وكانوا عظماء عند قومهم، ومع ذلك لما تمكن الإيمان يقول سأقطع أيديكم وأرجلكم وأنتم أحياء الآن، سأقطعها وأنتم أحياء ثم أعلقكم إلى أن تموتوا والدماء تسيل، ومع ذلك يقول لا ضير، ما عندنا مشكلة ما دام أن الله تعالى سيرحمنا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. وفعلا يفعل فرعون هذا بهؤلاء السحرة الصالحين. فماذا وقع لموسى بعد ذلك؟ هل تتبعه فرعون؟ هل بقي موسى عليه السلام عند فرعون أو في مصر يدعو الناس إلى الله؟ هذا ما سوف أتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل. بعدما بلغه الرسالة والتوحيد، بعدما بلغه الرسالة التي أرسل بها، فيلبث موسى في مصر يدعو الناس إلى الله تعالى وحده لا شريك له. عندها يتدخل الملأ من فرعون، من قوم فرعون الذين يحاولون أن يتقربوا إليه بشتى أنواع القرب. قالوا له أتدع موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. عندها يقرر فرعون بعدما جاءته عدد من الآيات وهو لا يتبع، كما قال الله تعالى أتينا موسى 9 آيات بينات، آتى الله تعالى موسى أنواعا من الآيات، وقال سبحانه وتعالى عن قوم فرعون فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، آيات تتتابع عليهم، ومع ذلك أعرضوا. عندها هم فرعون أن يتتبع موسى وقومه الذين في مصر وأن يقتلهم، فأوحى الله تعالى إلى موسى فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. وفعلا يسير موسى عليه السلام بقومه المؤمنين حتى إذا وصلوا إلى البحر، وكان هذا في مثل هذا اليوم في يوم عاشوراء في العاشر من محرم قبل سنين طويلة. وصل موسى عليه السلام إلى البحر فنظر فإذا البحر أمامهم وإذا فرعون وجنوده خلفهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا كلا، ماذا معك يا موسى؟ أنت ليس معك إلا هذه العصا، ماذا ستفعل؟ نحن على أقدامنا وأولئك على خيول ومعهم أنواع الأسلحة. قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله تعالى إلى موسى فضرب البحر فإذا البحر ينشق إلى 12 طريقا، ويرسل الله تعالى الريح فتجعل الطين يبسا، كما قال سبحانه فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى، لا تخاف أنك تنزلق، لا تخاف أنك تغرق، أن تسيخ رجلك في الأرض، لا تخاف دركا ولا تخشى، أنت الآن تمشي على أرض يابسة. ويجعل الله تعالى في البحر 12 طريقا، والجدران التي تفصل هذه الطرق ماء، وهذا الماء فيه نوافذ فتحات يرى بعضهم بعضا من خلالها ليثق أن أصحابه لا يزالوا أحياء. وفعلا ينجي الله تعالى موسى وقومه فيأتي فرعون فإذا البحر أمامه وإذا الطريق، فيبدأ ينظر في هذا الطريق فيرجع عنه، فيأتي جبريل وهو على فرس فيمر بجانب حصان فرعون فيحمحم له، ثم ينطلق الحصان وراء هذه الفرس، ثم يجعل ميكائيل يدفع من تبقى منهم ويقحمهم في هذا البحر حتى تلاطمت عليهم الأمواج. فجعل فرعون ينادي لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فقيل له آل آن
وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أيها الأحبة الكرام، هذا الحدث العظيم حدث في هذا اليوم العظيم في يوم عاشوراء. لي ثلاث وقفات باختصار. الأولى أن نور الله تعالى مهما حاول أن يطمسه الطامسون أو أن يفسدوا سمعة أهل الخير فلن يفلحوا. فرعون حاول أن يظهر سمعة موسى مجنون، ارتكب جريمة، فعل وما فعل، ومع ذلك ظهر الحق عليه. مهما بلغ الطغيان اليوم ومهما بلغ البغي، فإن الله تعالى هو الذي تكفل بنصرة هذا الدين ولسنا نحن. الأمر الثاني، انظر إلى ثبات هؤلاء الصالحين من أولئك السحرة الذين كانوا في أول النهار سحرة فجرة وصاروا في آخر النهار شهداء بررة، وانتصرت عزيمتهم على طغيان فرعون وما فعل. بل انظر إلى ثبات امرأة فرعون التي لما أخذ يعذبها لما آمنت بموسى وهي زوجة فرعون. لذلك يا أحبة لا تيأس من إصلاح أي أحد. أحيانا يكون الإنسان طاغية من الطغاة وزوجته ملتزمة بالدين أو بعض أولاده مستقيما على الدين. هذه زوجة فرعون، زوجة فرعون يضربها الله تعالى لنا مثلا، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، هو مثل لنا جميعا للمؤمنين والمؤمنات. امرأة فرعون، امرأة ذلك الطاغية الفاجر، فأثر موسى عليه السلام في زوجة فرعون الطاغية الفاجر إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. وفعلا يجعل الله تعالى الصلاح في بيت فرعون. ورجل آخر في بيت فرعون أيضا كان صالحا، قال الله تعالى وهو يتحدث عنه قال جل في علاه وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه. عجب، إذا كانت زوجة فرعون صالحة وكان رجل مؤمن أيضا من آل فرعون صالحا، وربما كان هناك أقوام آخرون أيضا. لا تيأس من إصلاح أي أحد. أحيانا نحن نقول هذا الرجل فاجر لا يمكن تؤثر في زوجته ولا أولاده، بل حاول أن تؤثر، فربما أثرت زوجته فيه. وكم سمعنا والله من الطغاة والفجار من أرسلت زوجاتهم إلى بعض الدعاة رسائل عبر البريد الإلكتروني تقول له أنا أريد أن أتخلص من هذا الواقع، يكرهني على شرب الخمر وأنا مستقيمة وأعتني بحجابي. فتعجب، تقول سبحان الله، زوجة فلان الفاجر تكون على هذا الصلاح؟ نعم، الله تعالى يجعل الإيمان حيث يشاء جل وعلا. من يشاء الله، من شاء الله تعالى هداه، ومن يشاء يضلله، ومن يشاء يهده سبحانه وتعالى. فلا تيأس من إصلاح أي أحد، وصل رسالتك إلى أي مخلوق كما أمر الله تعالى موسى يذهب إلى فرعون وهو يعلم سبحانه بسابق علمه أنه لن يقبل، ومع ذلك يقول ابذل السبب يا موسى واذهب إلى فرعون لعل الله تعالى أن يصلحه بذلك. أيها الأحبة الكرام، الأمر الأخير أن موسى عليه السلام كان دائم الذكر لله تعالى والدعاء والدعاء، حتى رفع يديه وقال إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله قد أجيبت دعوتكما. ارتباط الإنسان أيها الإخوة الفضلاء بدعاء الله تعالى وبإيمانه به وبالإكثار من ذكره جل في علاه، ينبغي علينا جميعا أن نكون كذلك، ونحن نأمر بالمعروف ننهى عن المنكر، ندعو إلى الله، نناصح، نربي أولادنا، نفعل أي شيء، ولا تنيا في ذكري. اجعل هذه الآية دائما في أذنك لعل الله تعالى ينفعك بها. هذا ما حدث في هذا اليوم العظيم. ولما دخل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كما في حديث ابن عباس رأى اليهود يصومونه قال ما خبركم؟ قالوا يوم عظيم نجى الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم نحن أحق بموسى منكم، ثم صامه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه. ونحن إذا صمنا يوم عاشوراء نكون متبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم ومرتبطين بالنصرة لمن كان قبله من الأنبياء. قال شيخ الإسلام رحمه الله وهو يتكلم عن تكفير يوم عاشوراء لخطايا السنة الماضية قال وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء إنما هو للصغائر فقط، أما الكبائر فلا بد أن يحدث لها توبة خاصة. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة